السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومشاهدين مطبخ أماني، أهلا وسهلا بيكم يا حبايبي، منورين الدنيا كلها. النهاردة فيديو جديد من نوعه على القناة، إن شاء الله يعجبكم ويكون خفيف عليكم. هنعمل تحدي التويز، هدايا وحاجات بقى جميلة، وكل العيلة قاعدة مستنية شايفين إيديهم. هنعمل تحدي التويز، الأول نختار الاطباق او البولات اللي هنفضي فيها الهدايا، كل واحد مستني يشوف مين الفايز. الفايز طبعا اللي هو احسن هدية قيمة هيفوز بيها وهتكون من حظه ان شاء الله، وكمان هناكل. يلا بينا نشوف تحدي التويز بزيادة. دلوقتي بنختار البولات، يا ترى هناخد الليموني ولا البامبا؟ يلا كل فريق هيختار، احنا هنعمل واحدة بس كفاية. نختار ايه يا دودي؟ البنك، نخلي البنك. اوكي يلا نفتح الكرتونة الاول، شيلي البولات بقى. يلا نفتح، جوزي بيفتح الكرتونة مستني نصيبه من الهدايا القيمة. ويشوف هيفوز هو ولا دودي. نفتح، بسم الله، اما نشوف هنختار ايه، يا ترى فلوس، يا ترى هدايا، يا ترى ايه بالظبط. بسم الله، تمام كده. يلا بينا، كل فريق هياخد قدامه كام كيس. ويا كام كيس يا دودي؟ نعد الاكياس. يلا بينا، وفي 10 زيهم تحت، ولا هما كلهم كده 10؟ كده بس 10، يبقى 10 اكياس. كل واحد، كل فريق هياخد قدامه 5. 1 2 3 كده الخمسه الاولانيين، وادي الخمسه التانيين قدام دودي. يلا نسمي بسم الله، نشيل الكرتونه. يلا بينا، حطي البولة يا دودي في النص، تمام كده. يلا دودي تبدأ، بسم الله. يلا يا دودي فضي، بسم الله. أول هدية لدودي هي إيه؟ هنشوفها في الآخر، حطيها قدامك يا دودي. يلا الكيس التاني أبو دودي. أما نشوف بقى يجيب أكتر منك ولا إيه؟ إيه ده؟ ماشي، حطي ايدك على البوله يا دودي. ايوه دي هديه اهي، يلا حطيها قدامك بقى. يلا دودي افتحي الكيس، بسم الله. يلا يا دودي، ادي هديه دودي، نشوفها برضو في الاخر هي ايه. يلا ابو دودي. فاضل كام كيس؟ كل واحد كده فتح كام؟ اهو ادي الكيس، مفهوش ولا ايه؟ ايه ده؟ مش عارفه. طب نشوف في الاخر. يلا بينا، اهو كيس دودي. هديتين، هديتين، ايه هما يا دودي يا ترى؟ نشوف في الاخر. ابو دودي اتكلم، عاوز تقول ايه؟ وحشه الهدايا، مش عاجباك؟ جميله. طيب دي جيته. نشوف مين لغايه دلوقتي يا جماعه، ما فيش هديه قيمه جات لنا. ناخد الطبق التاني، ماشي، ده اتملى. يظهر ان حظنا الكرتونه دي فيها التويز اكتر من الهدايا. نشوف هنا، ماشي، الهدايا هنشوف هي ايه في الاخر اصلا. مش عارفه هي ايه، عباره عن ايه اصلا. ودي ديتين دول ولا واحده؟ واحده هديه واحده. ماشي يلا ودودي، وادي هديه جميله، عروسه الله. جميله ابو دودي، جزر دودي، هتضحك عليه وتاخدها منه طبعا.
يلا هديه هديه، مفيش فلوس يا جماعه، الفلوس كانت هتبقى من نصيب انا، خليكوا عارفين. انا اللي دافعه. اخر كيس. اخر كيس يلا. ايه ده؟ طب نشوف بقى الهدايا على بعض. حطي الطبقين الاول التويز يا دودي، اهو فضينا كده طبقين. الكرتونه كانت تويز اكتر من الهدايا يا جماعه، يظهر كده. طب شيلي بقى الاطباق نشوف الهدايا. هدايا دودي الاول. يلا يا دودي، ايه ده بقى؟ عرفينا بقى ايه ده. 70 ساعه. 70 ساعه. افتحي كده يا دودي. المقص. افتحي كده فرجي اصحابنا. متابعيني ما تنسوش لايك عشان دودي ما تزعلش، وكمان شير للفيديو واشتراك في القناه لو ايه يا دودي؟ لو مش مشتركين. دودي مشغوله بال ساعه ساعه. الله، شغاله دي حقيقي ولا ايه بقى؟ الله، طب والله ساعه جميله. رقميه جميله. طب يلا الهديه الثانيه يا دودي. ساعه برضو بس برتقاني. ساعة برضو دودي حظها في الساعات، حلوة والله مش وحشة. الساعة دي تقريبا بتتباع بكام؟ مش عارفة والله. 10 جنيه مش أقل من تقريبا، مش أقل من 10 وأنت طالعة بقى. صح؟ الكيس أصلا ب 5 جنيه. إيه ده؟ دي إيه؟ مش عارف. دي بتهيألي بس تويز يا جماعة برضو هداياه حلوة عن حاجة تانية. دي إيه دي؟ شماعة وليقة حاجة زي كده. ممكن نحطها في المطبخ نحط حاجة عليها. اللي هي بتلزع على السيراميك يا جماعة. طب والله جميلة. فكيها كده يا دودي. طب دودي بيساعدنا، ربنا يديه الصحة يا رب. اهو تلزق من ورا على الحيطة ونعلق. ده هنا اللزق ده كده. الله، طب والله حلوة قوي. بتعلق كده. اهي شكلها جميل يا جماعة، شايفين؟ طب كويس، دي تبعنا يا جماعة. حطها عندي في المطبخ. مش عارفة ايه دي. مسدس. لا مش عارفة ايه ده. اللي يعرف بقى يقول لي في الكومنتات. مسدس اطفال بس يعني. يا ريت اللي يعرف يقول لي في الكومنتات نلعب بيها ازاي دي. لا لا دي بتهيألي عاملة زي النبلة كده. دي بقى نوزعها على اطفال العيلة. الشيلدرن اللي ايه بقى؟ ياسين بقى ورزة والناس دي. هبقى اتعلم بهو بقول لك. الله، ايه ده بقى يا دودي؟ القلم ده ولا ايه ده؟ لا اشتري القلم. دي علقات. ايه؟ علقات برضو؟ وريني كده. الله، ده علقات. صدقوا ده انا طلعت الهدايا ليا انا بقى. الله، طب والله جميله. ايوه عليها طماطم اهي. دي اللي اكل المطبخ. بصوا الطماطم تحفه، الصوره عليها جميل. طب يلا يا دودي. وقلم فلوماستر ده. وقلم اهو جميل. الله، بيكتب. الله، طب حلو. يلا رزقك يا دودي. ده هي غاويه رسم رسوماتها، ان شاء الله انا هعرضها في القناه. ترسم رسومات جميله جدا تحفه. كده الهدايا بتاعتي كده. ان شاء الله هبقى افرجكم عليها في فيديو برضو في القناه ان شاء الله. الهدايا بتاعتي انا خلصت. يلا هدايا ابو دودي بقى. هدايا ابو دودي طبعا هيبدل العروسه، مش هسيبها. هتسيبيها؟ لا. طياره. ده حصان. عربيه حصان. ودي دبابه. ايه ده؟ دول من نصيب اطفال العيله. شيلدرن فاميلي. ودي علقة برضه. دي علقة برضه، ده تبع يا جماعة، تبع يا جماعة. علقة جميلة وعاملين أشكال على فكرة عليها حلوة أوي. واحدة للحمام مش هتقول لأ، هنحط برضه عليها أي حاجة جميلة. الثانية علقة برضه. أهي علقة أهي يا جماعة، حلوة أوي أوي. بقرب لكم أقول هدايا عشان نشوف. أهي حلوة أوي أوي. حلوه يا جماعه والله، شكلها جميل. المسدس بتاع دودي. وده المسدس اللي مش فاهمينه مسدس ولا لعبه ايه، مش عارفه.
وبعدين هدي العروسة. ودي العروسه الله. طبعا دودي مش عايزه تفكها، جميله حلوه قوي اهي العروسه. في هدايا تاني؟ طب اشوفكم يا حبايبي على خير يا رب، بس ناكل برضو التويز مع بعض. يا واحده كده يلا هجوم جميل. هو التويز والله طعمه حلو قوي لوحده كده. اشوفكم على خير حبايب قلبي، يا رب يكون تحدي النهارده عجبكم. اول تحدي في القناه شجعوني باللايك، ولو لسه مش مشتركه في قناتي يا ريت اشتراك، تفعيل الجرس، ولو ما بيجيلكيش اشعارات مني الغي الجرس وفعليه تاني علشان يوصلك كل جديد من مطبخ اماني 2. ما تنسينيش حبيبتي بالدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. يلا يا دودي باي. باي. مع السلامه يا جماعه، مع السلامه. السلام عليكم.